السلام عليكم، معكم السي محمد ولد 700، حامل تراث الحصباوي ديال البلاد. حنا سمعنا واحد السيد ديال كان يمثل واحد البرنامج ديال جماعتنا خايبه، وقال هو انكر هاد الشيوخ كاملين اللي كاينين في مدينه اسفي وفي المغرب كامل. وهو كيقول ودي راه ما كاينينش شيوخ، وما عرفت كيفاش هو ما تعرفش ليا. هو جا لقى الشيوخ فتحوا لي الباب وجلس معاهم في ديورهم، وما داش شي حاجه باش غادي يكون هو يفرض راسه كانه هو شيخ. ولكن لقى الشيوخ ولاد كي كيقولوا الاولين ولاد الناس ونيتهم زينه، وفتحوا لي الابواب ديولهم وجلس معاهم، وداش شويه ما داش كثير. ومن بعد مشى واحد البرنامج فتحوا لي الابواب ودار برنامج ديال جماعتهم خايبه. وهذاك البرنامج مني كدوز الحلقه الغد ليه كيصبح اسفي كامل كيهضر عليه، كيقول لك منين جا هذا البرنامج؟ ما تفرجناش، المغرب كامل كيهضر عليه، الناس الصحافه كامله كتهضر هذا البرنامج ما هواش، فينا هما الشيوخ؟ فينا هما اصحاب التراث؟ وكنعرفوا هو، احنا عقلنا عليه النهار جا عند الشيخ جمال، وانا ما كنتفرقش انا والشيخ جمال، وكنقول له يا ودي هذا ما فيش الخير. واش هو فيه الخير؟ غيدي الشيوخ اللي يستافد منهم البرنامج، وبلا ما يديهم يقولها كلام زين فيهم. وحنا وريناه بزاف ديال الحويجات، ولكن كنستكرنو هو ما عندوش شي حاجه في ريحه الفن، ما كايناش ريحه الفن ما عندوش. ولكن من هذا المنبر وليدي لقيتي الناس قلوبهم زينه ولاد الخير وفتحوا لك الابواب، ولكن لقيتيها طيبه. انت من دوك الناس اللي كيقولوا لقيتيها طيبه، انت من القوم العيبه، وهذا تقليد كيبقى عليك الى اليوم الدين، وراك تعرفني وجلستي معايا ولا سمح لك الايام، وتبارك الله عليك.